طيب هنروح لرجال الكره الطائره في النادي الاهلي بقياده الكابتن محمد مصالح ميدو. الفتره طويله الدوري مش باين هتلعب امتى، وده موضوع كارثي الحقيقه للمنتخب وللانديه، محدش عارف الدوري هتلعب امتى. فطبعا عملوا ماتش ودي، لعبوا الاتحاد، فزنا 3-1، واتلعب امبارح الماتش على صاله الامير عبد الله الفيصل، ودي صور من المباراه. كابتن محمد مصالح ميدو كان الاولويه عنده مش المكسب ولكن يجرب كل اللعيبه. لما بتقعد فتره طويله بالشهور بتتمرن مفيش ماتشات بتمل. وعصران ومحسن ده كان المشاركه الاولى ليهم الصفقات الجديده. شايفين كابتن محمد مصالح واقف هناك في جون اليد بيتفرج على الماتش. لا سيبوا الصوره دي شويه يا جماعه، رجعوا لي الصوره دي. يعني لو شفتوا الصوره دي هتلاقوا كابتن محمد مصالح ميدو مش واقف على البنش، هو واقف من زاويه معينه عايز يشوف حاجات معينه. اهي الصوره دي، هو واقف في جون اليد، واقف في ظهر فرقته، عايز يتفرج على. طبعا انت في الماتش بتبقى واقف على البنش، في حاجات ما بتشوفهاش، هو عايز يشوف حاجه معينه. ودي واقفه الحقيقه لمدير فني، استقبال ضرب الراجل اللي جاي المحترف ان شاء الله كمان اسبوع ل 10 ايام هيبقى هيسد الثغره دي. بيفكر زي ما انتم شايفين نظره، مش نظره تفكر وتطبيق. الحقيقه كابتن محمد مصالح ميدو شئنا ام ابينا، والكلام ده مش محتاج كلام كتير، هو افضل مدرب العاب جماعيه انا في رايي في كل الالعاب في كل الانديه. لما مدرب ياخد هذا العدد من البطولات ويحافظ عليها ويمشي بالمعدل ده في البطولات، وما تقوليش عشان موجود عبد الله عبد السلام واحمد صلاح النجمين الكبارين الكبار بتوعنا، ولكن في سنه من السنين هو خد افريقيا وما كانش معاه النجمين الكبار دول. فقصدي اقول لكم انه اكيد النجمين دول اضافه كبيره وخلونا نكتسح ونكتسب كل البطولات، ولكن كابتن محمد مصالح ميدو من انجح او انجح المديرين الفنيين في الالعاب الجماعيه بنتائجه بارقامه، ونتمنى ان شاء الله التجربه دي تبقى موجوده في كل الالعاب الجماعيه جوه النادي الاهلي.